ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا ان شاء الله هعمل معاكم وصفه النهارده سهله وبسيطه جدا، وانا بحاول اعمل لكم الايام دي الوصفات اللي الاولاد بيحبوها معانا. هنعمل معاكم دلوقتي مكرونه بالصوص الابيض والبشاميل والجبن الموتزاريلا، بجد جميله جدا وهتعجبكم، وممكن تحشوها بالحشوه اللي تريحكم. انا هعملها معايا بالسوسيس، بس انت ممكن تعمليها بالفراخ، باللحمه، بالمشروم، تعمليها من غير اي لحوم خالص، مكرونه بس زي ما انت بتحبي والحاجه المتوفره عندك. يبقى انا معايا اول حاجه هنا حوالي نص كيلو من اللي هو من السوسيس، معايا كمان جبنه رومي، جبنه موتزاريلا، ميكس الجبن رومي على شيدر على موتزاريلا، ومعايا هنا بصلايه كبيره مقطعاها بالشكل دوت، والبهارات ملح وفلفل وتوابل فراخ وتوم باودر وبصل باودر. هنعمل اول حاجه هنسلق المكرونه. انا حاطه حله على البوتاجاز هسلق فيها المكرونه لمده 10 دقائق. احنا مش عايزين المكرونه تكون مستويه قوي، يعني بتدوقيها كده تحس ان هي خلاص دخلت في السوى. للوصفه دي كيس مكرونه واحد. حاجه كده حبايبي، انا جبت معايا طاسه حطيت فيها كده معلقه كبيره من الزيت، هبتدي انزل معايا كده بالسوسيس واشوحه، وكمان هيبقى طعمها جميل قوي لو عملتيها كمان بالفراخ والمشروم، بس انا اللي كان متوفر عندي دلوقتي سوسيس. هشوح كده معايا السوسيس لحد ما لونه يتغير. بصي حبايبي كده انا شوحت معايا السوسيس كويس قوي. انا بحب ادي للسوسيس كده تشويحه عشان طعمه بيبقى احلى بكتير. دلوقتي هحط له معايا هنا البصلايه الكبيره اللي انا مقطعاها بالشكل دوت، وهقلب كده البصل مع السوسيس، اخلي البصله تدبل شويه. انا بشوح البصله كده هحط معايا كده البهارات. خلاص كده حبايبي انا شوحت معايا السوسيس زي ما انا عايزه، هطفي عليه ونعمل مع بعض البشاميل. هنبتدي حبايبي دلوقتي نعمل البشاميل. انا هنا معلقتين من السمنه ومعلقه من الزيت، ومعايا كمان 3 معالق من الدقيق، يبقى الدقيق هيبقى معانا قد السمنه عشان خاطر ما يكلكعش معانا. زي ما انتم شايفين كده اول ما بحطه الدقيق ما بيشلتعش ولا اي حاجه، يبقى معنى كده ان مقدار الدقيق مع السمنه مظبوط جدا. هشوح كده معايا في الدقيق دوت لحد ما ياخد معايا لون كده ويستوي. خلاص انا كده الدقيق استوى معايا وهو دوت لونه. 3 معالق دقيق دول هياخدوا معايا 4 كوبايات من اللبن، علشان انا عايزه البشاميل معايا يكون خفيف مش تقيل. هقلب كده، يبقى انا حطيت اللبن كده مره واحده، وهقلب معايا كده لحد ما اوصل للقوام اللي احنا عايزينه. وعايزه اقول لكم ان الفيديو دوت تبع محمود وسحر، يا ريت تتابعوا الفيديو للاخر. معايا طبعا دلوقتي فلفل اسود، يعني حوالي نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، واحط معايا كمان معلقه صغيره من الملح. اقلب كده معايا كويس قوي البشاميل. هبتدي احط معايا دلوقتي هنا ميكس من الجبن موتزاريلا على رومي على شيدر، علشان تبقى معانا المكرونه كده فيها جبن كتير وطعمها جميل. هقلب كده كويس قوي الجبن دي لحد ما تدوب معايا. طبعا يا حبايبي انا مش عايزه البشاميل يتقل معايا، انا عايزه قوام البشاميل معايا يبقى كده بالظبط. نزلت معايا على البشاميل، وهبتدي انزل دلوقتي معايا كده بالسوسيس، معايا كمان بالمكرونه. انا طبعا سلقتها زي ما قلت لكم، ما خليتهاش تستوي قوي، زي ما انتم شايفين كده الحبايه معايا كده بتقطم شويه علشان ما تبقاش مهريه. احط كده معايا المكرونه، وهقلب المكرونه في الصوص دوت كويس قوي. ممكن لو انتوا حابين تاكلوها كده وتكتفوا بيها كده، تبقى مكرونه بالصوص الابيض هتاكلوها كده على طول، هيبقى طعمها جميل. بس انا هحطها معايا في صينيه او طاجن، وهدخلها الفرن، واحط عليها على وشها كده جبن، وهندخلها الفرن. خلاص كده جبت انا معايا هنا حبايبي بايركس، ودهنته حاجه بسيطه قوي من الزيت والسمنه، وهبتدي انزل كده بالمكرونه معايا هنا. خلاص كده حبايبي زي ما انتم شايفين، هبتدي دلوقتي احط بقى عليها الجبن بالطريقه دي،
الجبن بقى هتطلع سايحه كده على الوش، وهتطلع فيها صوص وطعمها جميله. وحط كمان على الوش جبنه موتزاريلا، هي ممكن تتعمل بالموتزاريلا بس انا ما كانش عندي موتزاريلا كتير، فعشان خاطر كده حطيت معاها كمان جبنه رومي. بس كده حبايبي المكرونه جاهزه معانا ان احنا ندخلها الفرن. طب كل حاجه فيها مستويه، المكرونه والسوسيس والبشاميل، يبقى انا هدخلها في فرن الكهرباء، هشغل عليها من فوق ومن تحت لمده 10 دقائق لحد بس ما البشاميل الجبن دي كلها تسيح وتاخد معايا لون. حبايبي انا كده طلعتها من الفرن، ما اخدتش في الفرن اكتر من ربع ساعه، اخدت اللون الجميل اللي انتوا شايفينه دوت. وفي حبايبي كده هتطلعوها كده بالمعلقه، شايفين بسم الله ما شاء الله الجبن فيها عامله ازاي، وكمان السوسيس طالع هيبقى فعلا طعمها جميل قوي، شايفين طالعه ازاي بالصوص اللي فيها دوت، طعمه جميل قوي. تاكليها كده بقى وهي سخنه وبالف هنا وشفا. خلاص كده حبايبي هي دي وصفتي اللي انا عملتها معاكم النهاردة. عملت معاكم مكرونة بالصوص الابيض وغرقانة بالبشاميل والجبن، بجد لو عملتوها هتعجبكم قوي. لو عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان توصل لكم كل وصفاتي.